الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. رفاقي أعضاء الديوان السياسي، رفاقي أعضاء اللجنة المركزية، السيدات والسادة ممثلي الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني، رفاقي رفيقاتي أعضاء الشبيبة الاشتراكية، في البداية وباسم منظمة الشبيبة الاشتراكية أشكر المكتب الإقليمي للحزب على هذه الفرصة الغالية الذي دأب على أن يتيحها للشبيبة الحزب للتجديد والتعبير على أن شباب الحزب هو أحد أهم روافد هذه المدرسة السياسية المتفردة في الماضي والحاضر وفي المستقبل أيضا. لا يسعني في هذا الحدث السياسي إلا أن أسجل على هذا التفاعل النموذجي بين الحزب وشبيبته محليا. هي ليست وليدة الصدفة، بل هي ناتجة عن صميم القناعة وعن الحوار وتبادل الرأي في إطار احتضان ورعاية والإنصات والاحترام واستيعاب المتبادل للسياقات الذي يشتغل فيها كل منا باعتبارنا تنظيما موازيا غني بالطاقات الواعدة والشباب المتعطش للممارسة السياسية الحقة. وإن هذه العلاقة التي نصلها بنضالنا وتفاعلنا المستمر هي التي نسعى جاهدين أن تكون نموذجا يحتذى به محليا جهويا ووطنيا. رفيقاتي رفاقي أيها الحضور الكريم، يشكل المؤتمر الوطني التاسع لحزبنا محطة تاريخية ونوعية في مسار حزب نضال والبلاد عموما للانكباب على قضايا، فهي ليست مناسبة للانكباب على القضايا التنظيمية فقط على أهميتها، ولكن نريد لها أن تكون فرصة للوقوف وإعمال الفكر الجماعي لحزبنا باستحضار تضحيات رموز الكبار وعطاءات رجالها الأوفياء من أجل إعادة صياغة أسئلة الحارقة التي تفرضها المرحلة والجواب عنها. تلك الأجوبة التي عاهدنا الشعب المغربي منذ بدايات أولى على أن تكون صريحة علمية قوية وموضوعية بعيدا على لغة الخشب ولغة السوق ولغة البلطجة والمزايدات السياسوية التي صارت عملة رائجة في مشهدنا الحزبي والسياسي. إننا في الشبيبة الاشتراكية نرغب مواجهة المعضلات الاجتماعية التي تقف حاجزا أمام طموحات الشباب. لذلك فمن أولويات الحزب مناصرة الفقراء والمستضعفين والكادحين والضعفاء ومنارا يضيء عتبة في طريق الشباب المبدع والخلاق. نفهم جيدا وبالمناسبة أن التحالف الحكومي الحالي هو تحالف برنامجي وسياسي ولكن أيضا تحالف نيات صادقة وحب العمل ومصداقية الرجال والنساء. لذلك ما يفسر حجم انتظارات وتوقعات تحية نضالية قيادة شبابية، تحية نضالية قيادة شبابية، تحية نضالية قيادة شبابية. ندعو بهذه المناسبة وزراء الحزب وفي مقدمتهم الرفيق عسلان الصديقي ابن المدينة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الذين افتخر جميعا بتحمل هذه المسؤولية الحكومية الوازنة والمليئة بالإكراهات دون أن يشكك لحظة في قدرته السياسية وحنكته الإدارية على النجاح في حل بعض المشاكل على النجاح فيها والتي نجح فيها أيها الحضور الكريم، تشكل
محطة المؤتمر الوطني التاسع لحزبنا، مناسبة سانحة لنجدد الوفاء لهذا الحزب الوطني العتيد عبر استمرار الأجيال الحالية في حمل المشعل وتخريج ذكرى الرعي الأول وإظهار أنظمة التضحيات في سبيل الشعب والوطن والتي قدمها ولا زال يقدمها مناضلون ومناضلات. ولن تذهب سدى الشبيبة الشراكية التي لنا شرف تمثيلها والنطق باسمها، ليست تنظيما موازي وليست مجرد فضاء لتجميع الشباب كيفما كانوا بلا هدف، بل خزانا متدفق لجيل جديد من الكفاءات. إن الشبيبة الشراكية هي فضاء الأنسب للتأطير والتكوين والترافع والاقتراع والالتصاق بالمعارك الشباب في مختلف القضايا، وهي أيضا عون للحزب في المحطات الحاسمة، وأيضا هي الضامن الأكبر على أن مدرسة التقدم والاشتراكية وقبلها التحرير والاشتراكية وقبلهما الحزب الشيوعي المغربي هي مدرسة ممتدة في الزمان كما هي ممتدة في الجغرافيا هذا الوطن الحبيب. لذلك نحن في الشبيبة الاشتراكية على وعي كامل بموقعنا الطبيعي وبوظيفتنا السياسية والتنظيمية، وعلى بينة تامة بأن مهما كانت مشاكستنا الداخلية كشباب ومهما كان دفاعنا وحماسنا الطبيعي، نظل وسنظل أوفياء في الحاضر والمستقبل لعطاء هذا الحزب العتيد لرموزه ولمواقفه المتفردة والمتميزة ولأدواره البيداغوجية، وفي اعتناق تام لقضايا العادلة لشعبنا وشبابنا أينما كان موقع حزبنا ومؤسساتنا. وفي الأخير نجدد في الشبيبة الاشتراكية دعمنا لكل المعارك النضالية التي يخوضونها إخواننا عمال الحراسة بالمستشفى الإقليمي المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشعب. عاشت الشبيبة الاشتراكية.